التعادل أيضا بعد أخطاء أيضا مستمرة كما شاهدنا اللاعبة مقروزة يوم أمس في لقائها مع كاترينا سنياكوفا التشيكية. واحد طويل ست دقائق ولا زالت متعثرة اللاعبة مقروزة لا تستطيع الخروج بسرعة من هذا الشوط على إرسالها. ثلاث مواجهات كانت قبل ذلك أيضا نجمة في هذه البطولة أتت من التصفيات وفازت.